اهلا بكم يا اصدقائي في سلسلة الشطرنج. اليوم ما زلنا نتابع البطولة الكبيرة جراند ساوث التي يشترك فيها 108 لاعبين هم اقوى لاعبي العالم ويلعبون بالنظام السويسري من 11 جولة، وبعد الجولة الثامنة يتصدر البطولة فيروزا وهيول بينما يتابعهم بشدة كاروانا. هيول بعد 9 جولات جمع 6.5 بينما فيروزا 6.5 من 8 وكاروانا 5.5 من 8 ويتقابل مع فيروزا، ولكي يكون له حظوظ في البطولة لابد أن يفوز في لقائه. ولكن المهم كيف يفوز كاروانا؟ فنحن نعرف أن التكتيك مكانه وسط الدور، ولكن من النادر أن نرى نهاية دور تكتيكية كالتي سنراها. كاروانا بالأبيض وموقفه حرج، الأسود بيهدد بيدق الجي 3 وبيدق الاف 5 وكذلك بيهدد جي 2 ويفوز بقطعة. وربما الكثيرين يتوقعون أن الأبيض لو صادفه الحظ يستطيع التعادل بصعوبة، ولكن كاروانا بتكتيك ولا أروع قلب هذا الموقف من خسارة إلى فوز. هيا نرى كاروانا الرائع. وقبل ما نبدأ إهداء لحبيبي وصديقي عبد السلام من المغرب وتحياتي لأهلها، وأيضا الصديق بوزكري من الأغواط بالجزائر وتحياتي لأهلها. كاروانا بالأبيض ويريد الفوز وبدأ بإي 4 ورد فيروزا سي 6 دفاع كاروكان، وهو دفاع صلب واعتمده فيروزا لأن التعادل يكفيه. دي 4 دي 5 إي 5 بيشوب إف 5 إتش 4 طالب يلعب الجي 4، ولو الفيل تراجع بيكمل إتش 5 والفيل في المصيدة، ولذلك إتش 5 بيمنع المربع. بيشوب دي 3 طالب التكسير والأسود وافق والأبيض أكد بالوزير، وهنا عادة الأسود بيلعب E6 لكن فيروزا اختار كوين A5 تشيك، نايت D2 E6 نايت E2 نايت E7، وهنا كاروانا لعب نقلة جديدة B4 طالب الوزير، وبالطبع لو الوزير أخذ هيلعب روك B1 وحيسقط بيدا البي 7 والأبيض أفضل، ولذلك تراجع بالوزير طالب التكسير والأبيض بيرفض. وهنا فيروزا لعب نقلة خبيثة نايت اف 6 بينصف فخ بكوين اي 2 تشيك كينج اي 2 نايت سي 4 بشوكة ملكية، ويخرج الأسود فائزا ببيدا سمين للغاية، ولذلك نايت اف 3 وبيحمي البيدق نايت دي 7 اي 4 كوين سي 4 طالب التكسير مرة أخرى بيشوب دي 2 والأسود سعيدا كسر الوزير والأبيض أخذ بالبيدق. وبعد اختفاء الوزيرين دخلنا مبكرا في مرحلة نهاية الدور، وأفضل نقلة لفيروزا هي لعب البيشوب اي 7 لكن حاول يلعب بنشاط F6 وكاروانا قام بالتبييت بيشوب E7 G3 كينج F7. الأسود ليس في حاجة للتبييت لأن الوزراء اختفوا من الرقعة روك E1 F E5، دي مش أفضل نقلة لكن فكرتها إن بعد G E5 حينتج بيدق سالك محمي، وبعد روك C8 نايت F4 كاروانا بيبدأ يهاجم بيدق الـ E6 اللي هيكون محور الأحداث بعد قليل. وربما أفضل تكملة للأسود هو لعب الروك G8 ثم لعب الـ G6 والعودة بالفيل والذهاب إلى الـ G7 والضغط على بيدق الـ E5،
لكن في روزا لعب نقلة غريبة، دي فور بيحول البيدق السالك من بيدق محمي الى بيدق معزول، لكن ربما خطته ان يلعب النايت جي 6 ثم يذهب للمربع الفاخر دي 5، وربما افضل نقلة للابيض هي لعب النايت دي 3 ليعوق البيدق، ولكن كروانا كمل روك سي 1 وبيضغط على بيدق السي 6 سي 5 بيحمي البيدق، ودي نقلة منطقية لكن سيئة لان كروانا فاجئه بنقلة غريبة. يا ترى ايه هي؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. نايت دي 5 بيضحي بالحصان لكن مؤقتا وطالب يكسر الفيل، وهنا عرفنا ليه النقلة سي 5 نقلة سيئة، لان البيدق كان بيمنع الحصان من هذه القفزة، والاسود لو اخد الحصان الابيض هيكمل سعيدا اي 6 بشوكة للملك والحصان وهيسترد القطعة والابيض افضل، واذا حاول ينجو بالفيل بنقلة زي البيشوب اف 8 هيكمل نايت جي 5 بشوكة للملك والبيدق، والملك لازم يبتعد عن حمايته والابيض هيقتنص بيدق هام للغاية، بينما لو عاد للمربع دي 8 الابيض هيكمل بالنقلة القوية بيشوب جي 5 طالب ياخد الفيل، وبعد الاخذ هيلعب نايت جي 5 والابيض بياخد البيدق سعيدا، بينما في نفس الوقت لو كسر الفيل هيسهل مهمة الابيض بنايت جي 5 بنفس التكوينة، ولابد ان يفوز ببيدق الاي 6 والابيض افضل بوضوح، ولذلك الاسود لعب سي بي 4 والابيض اقتنص الفيل والاسود اخذ بالحصان، وهنا كروانا تسرع بلعب النايت جي 5 تشيك وحيفوز ببيدق، لكن النقلة دي ليست افضل نقلة في الموقف، وافضل نقلة هي اخذ بيدق البي 4 وبعد نايت سي 6 طالب البيدق وطالب الفيل، الفيل يستطيع الذهاب للدي 6 وبيحمي البيدق وبيصبح شوكة في حلق الاسود، والابيض افضل بوضوح. على اي حال بعد النايت جي 5 تشيب في روزا كمل كينج جي 6، وقبل كروانا ما ياخد البيدق قام بتكسير الرخين، واصبح حاليا يستطيع اخذ بيدق الدي 6 او بيدق البي 4، واختار بيدق الاي 6 طالب بيدق الدي 4 السالك، لكن بكده سمح للاسود بلعب النايت سي 6 بيحمي بيدق البي 4 وفي نفس الوقت الدي 4، وفي نفس الوقت طالب بيدق الاي 5 بالحصانين، وكروانا لعب اف 4 بيحمي البيدق، وفي روزا لعب نقلة قوية كينج اف 5 طالب الحصان لكن بيترك بيدق الجي 7 اللي اخده كروانا بتشيك، وفي روزا تراجع طالب الحصان، وبعد نايت اي 6 كينج اف 5 بيكرر النقلات وطالب الحصان اللي لو تراجع مرة اخرى هينتهي الدور بالتعادل، ولذلك كروانا اللي بيريد الفوز رجع بالحصان للجي 5 وادى الفرصة للاسود للعب نايت سي 5 طالب بيدق البي 3، والابيض من الصعب ان يحميه، ولذلك كمل نايت اف 7 طالب النايت دي 6 بشوكة للملك والرخ، والملك مرة اخرى عاد لمهاجمة الحصان ويريد تكرار النقلات، وكروانا مجبر على تغيير النقلات بنايت دي 6 طالب الرخ، والرخ ذهب للجي 8 طالب بيدق الجي 3 بتشيك، وكروانا لعب النقلة الخبيثة كينج جي 2 كأنه بيحمي بيدق الجي 3 وبيترك بيدق البي 3، لكن اخذ البيدق نقلة سيئة لان الابيض هينتهز الفرصة ويلعب
اف 5 تشيب، والملك لو عاد هيلعب اف 6 والبيادق هتتجه لمربع الترقيه، ولابد ان يذهب للدي 5. وهنا كاروانا هيلعب النقله الرائعه نايت اي 4، اولا بيحمي الفيل، ثانيا بيهدد نايت اف 6 تشيك ويفوز بالرخ، وبيادقه اصبحت سالكه ومترابطه. وبالطبع الملك لا يستطيع اخذ بيده الاي 5، والا هيخسر فورا بنايت سي 5، بيكشف كش ويفوز بالحصان ويفوز بالدور. ولذلك فيروزا ما اخدش البيدق، انما لعب نقله قويه كينج دي 5، والملك هيصبح نشيط للغايه ولعب روك بي 1. ورغم ان دي نقله سلبيه الا انها ضروريه لحمايه البيدق. وفيروزا لعب نايت اي 4 طالب الفيل وطالب تكسير الحصان، وبالفعل بعد نايت اي 4 كينج اي 4، لكن على اي حال التهديد على البي 3 اختفى، وكاروانا لعب روك سي 1. ودلوقتي افضل نقله للاسود هي لعب الاي 5 وحمايه بيده البي 4 ثم الهجوم بعد ذلك، ولكن فيروزا يبدو انه يعجبه موقفه وكمل كينج دي 3، والملك اصبح اكثر نشاطا بالمقارنه بملك الابيض وطالب الفيل، والفيل تراجع، وفيروزا كمل بنقله تبدو قويه كينج اي 2. من الظاهر ان الملك في منتهى القوه وبيهدد بدي 3 ودي 2 ويفوز، ولكن كاروانا جعل الدور مثير للغايه وكمل اي 6. بيتجاهل كل تهديدات الاسود اللي هيندم على عدم لعبه النقله اي 5 وكمل دي 3، طالب يلعب الدي 2 ويفوز بقطعه، وكاروانا مره اخرى تالق وتجاهل تهديداته وكمل اف 5 وبيحمي البيدق السالك. وهنا فيروزا اكتشف انه لو لعب الدي 2 هتكون نقله كارثيه، لان الابيض ببساطه هيضحي بالفيل، وبعد الاخذ الرخ ايضا هيضحي بنفسه في الحصان، والاسود مجبر على اخذ الرخ، وهنا هيلعب النقله الفائزه اف 6، وبدائين في الصف السادس اقوى من الرخ، ودي قاعده في نهايه الادوار، والابيض هيفوز. اذا الدي 2 لا تصلح، وايضا لو لعب الروك اي 8 عشان يمنع الاف 6، الابيض هيكمل بنفس الخطه بروك سي 6، واذا الاسود اخذ الرخ هياخد البيدق بي 4 وهيندم على عدم لعبه الاي 5، والاسود ليس لديه افضل من الدي 2، والابيض ايضا بيضحي بالفيل، وبعد الاخذ الابيض لديه نقله فائزه. يا ترى ايه هي؟ صديقي، لدعم القناه لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. الابيض هيلعب النقله الرائعه جي 4، بيهدد بتقديم البيدق وثلاثه بيادق سالكه، ولذلك الاسود مجبر على الاخذ، واصبح للابيض ثلاثه بيادق سالكه، لكن تفي بالغرض، لان بعد الاتش 5 البيادق لا يمكن ايقافها. فمثلا لو حاول العوده بالملك هيدفع البيدق اتش للامام كينج اي 4، والابيض هيلعب ببساطه اف 6، ولو اخذ البيدق طالب بيدق الاف 6، الابيض لا يهتم وبيكمل اف 7، طالب يرقي، والاسود مجبر على لعب الروك اف 7، لكن هنا اتش 7 هتفي بالغرض، واحد البدائين هيرقي ببساطه والابيض هيفوز. ولذلك فيروزا ما لعبش الدي 2 او الروك اي 8، انما لعب نقله قويه نايت دي 4. وده الموقف اللي شفناه على غلاف الفيديو، لانه بيهدد بيدق البي 3 وكذلك بيدق الاف 5،
وأيضا بيهدد ببساطة الديتو ويفوز بقطعة، لكن كاروانا جعله يندم على عدم لعب الاي 5 وكمل بيشوب بي4، وبيترك كل الاختيارات مفتوحة للاسود. والاسود اكتشف انه لو اخد بيده الاف 5 هتكون نقلة كارثية. هل تعلم لماذا؟ صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب، لانه هيتلقى اللي تشيك ميت في نقلة واحدة بروك E1 تشيك ميت، ولذلك الاسود مجبر على لعب G2. لكن كاروانا ببساطة ضحى الفيل وبعد الاخذ لعب روك C5. بعد هذه النقلة الابيض بيفوز في كل التفريعات، لانه حاليا بيحمي البيدة السمين F5، والاسود لو حاول ياخد بيدة B3 هتكون نقلة كارثية ايضا، لان بعد روك D5 تشيك كينج E3 هيكمل E7، طالب الروك G8 ويصد الرخ ويرقي. ولو الاسود لعب روك G8 هيكمل في هدوء F6، وله ان يختار الفوز بطريقتين، اما الروك G8 او F7 ويفوز. اذا النقلة دي حسمت الامور لكاروانا، لكن ما زال هناك بعض الصعوبات هنراها بعد قليل، لان فيروزا كمل بروك E8 بيمنع F6، وكاروانا بيعرف طريقه بروك E5 وبيهدد بF6 وF7 ويفوز. والاسود كمل كينج D3 كينج F2 روك E7، وهنا جاءت النقلة اللي انهت الامر، هي النقلة المعروفة G4. وايا كانت نقلة الاسود، الابيض هيصبح له بيدا سالك تالت، ولا يمكن للاسود المقاومة، ولذلك سلم. وبهذا الفوز تعادل كاروانا وهيول وفيروزا في المركز الاول 6.5 من 9، وفي الجولة العاشرة يقابل هيول فيروزا، بينما كاروانا يقابل فاشير الفرنسي الذي حصل 6.9، فيا لها من موقعة حاسمة، ربما نتابعها في الفيديو القادم. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.